اهلا بيكم بعد الفاصل. بعمل انا توفي كل شويه نديله تعليبه على نار واطيه. عندي خلصت الكيكات اللي صغنطوطه بال وكمان الجوافه. دلوقتي هنعمل مع بعض حاجه تانيه. هنعمل تريبل لاير شوكليت جاتو. تمام، دي معناها ايه؟ في هتبقى صفوف، ثلاث صفوف، ومنهم اتنين فيهم شوكولاته. تمام، والصف هيبقى فيه توفي. تمام، كل شويه هندي تعليبه للتوفي بتاعتنا. افكركم، في عندنا 60 جرام سكر، زبده، في علبه واحده من لبن مكثف، واتنين معلقه من جولدن سيرب او من عسل ابيض. عندي هنا على حمام البخار 200 جرام من شوكولاته الصودا بتاعت الطبيخ، تقريبا 50% كاكاو. ممكن تستخدموا اي حاجه على فكره، عادي. وكمان حطيت 50 جرام من شوكولاته ميلك شوكولات، مفيش مشكله برضو. هنستخدم ايه بالظبط؟ معاهم هناخد كمان 20 جرام زبده عشان الشوكولاته لما تمسك نفسها شويه برضو ما تكونش ناشفه. يعني الشوكولاته مثلا العاديه السودا او يعني هي دايما تكون ماسكه نفسها. الميلك شوكولات ممكن، يعني ممكن نحاول نقطعها يعني، لكن الشوكولات الدارك الاسود لا. تمام، فما ننساش ندي تقريبه كل شويه للتوفي بتاعتنا احسن يتهرق. برضو هندي تقليبه للشوكولات عشان هو بيسيح من ناحيه ولا ناحية التانية؟ لا كده هوت. هناخد كمان معانا دلوقتي طاسة هنسخنها وهنحط فيها كمان زبدة. عندي هنا 120 جرام زبدة، هنسيحها على نار هادية. في نفس الوقت هناخد معانا تعليبة للتوفي بتاعتنا. في نفس الوقت هناخد معانا 100 جرام دي، هناخد معانا ربع كوب من بودرة كاكاو، هناخد معانا ربع كوب اكتر شوية من البودرة جوز هند او جوز هند مطحون. كمان هناخد معانا نص كوب من سكر بني ناعم. تمام، ودلوقتي برضو هنبص بس على الزبدة بتاعتنا. تعليبة للتوفي، الله، ريحة استوديو دلوقتي بقت كراميل 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 كراميل، قدامه سن كمان. هنبص بس على الشوكولاتة، برضو هنديها تقريبا مع الزبدة. هو شكله ميسي كده شوية حاليا، لكن لما هو يسيح هيبقى شكله جميل قوي قوي. تمام، تقليبة كده هوت. هناخد الزبدة اللي ساحت هنحطها على مكونات اللي في خلاط، قلنا 120 جرام من الزبدة سايحة. هندي تقليبة وبعد كده لازم نشتغل بالايدينا عشان مش كل المكونات ممكن نخلصها. برضو ندي تقريبا للتوفي بتاعتنا، هو تقريبا قرب عشان نخلصه كده هوت. اهي دلوقتي هناخد العجينة نكملها بالايدينا. انا هشيل شوية توفي عشان مش عايزه يتحرق كده هوت.
عايزين يعني زي ما انتم شايفين العجينه بتاعتنا مش لينه، يعني الحاجات منفرده من بعضها، مفيش مشكله خالص. ده هيبقى اللير اللي تحت، الصف التحتاني هو فيه سكر بني، هو يعني هو فيه طعمه شديد كده زي عسل اسود، تمام. فاحنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد فورمه، انا واحده فورمه السيليكون مربعه، واحط ورا، حطيت الورا في القر الصينيه او الفورمه، حط الحليب بتاعتنا جوه، تمام. ودلوقتي بالايدينا كده اهوت نفرد الخليط في الفورمه، هندخل الفرن في الفرن لمده تقريبا 15 دقيقه، وهندخل الفرن. على فكره انا عامله واحد في الفرن قبل ما انتوا تيجوا عشان ما نضيعش الوقت، فهنجيب الواحد كمان يبقى شكله كده. فالاحنا دخلنا جوه هو بس يعني بعد ما مثلا 10 15 دقيقه هو يمسك نفسه شويه. فاحنا هنرجع للشوكولاته بتاعتنا ساحت خالص، وده اللي احنا عايزينه مع الزبده كده، نديها تعليبه ونقفل الميه تحتيها كده اهوت. ندي فرصة الشوكولاتة تريح. احنا هنكمل التوفي، هقول لكم احنا هنعمل ايه بالظبط. احنا عملنا الاول صف بتاعت الجاتو او التريبل شوكولات بارز، هتبقى قطعات كده اهوت، احنا ممكن نقطعها بعد كده. بس الفكرة في ايه؟ عندنا حتة تحتانية في خليط فيها شوكولاتة، صح؟ عشان احنا حطينا بودرة شوكولاتة. الطبقة التانية هتبقى عندنا التوفي، زي ما انتم شايفين عندي اللبن مكثف غير لونه، بقيت لونه جميل قوي قوي، هنديله تعليبة، هو مفروض يبقى لونه كده. وزي ما انتم شايفين لو مثلا بمشي معلقة في الحلة بتسيب الحته كده اهوت فراغ فاضي، وده اللي احنا عايزينه. عايزين نوصل لدرجه اللون كده وتبقى توفي عندنا تقيل كده اهوت. فنسحنه شويه وبعد كده هننزله جوه على الطبق الشوكولاته بتاعتنا. فهنعمل ايه؟ هناخد كده هوت التوفي كله على الطبقة الأولانية، مترموش الحاجات اللي جوه، بعد كده ندوا الأولاد عشان ياكلوا الحاجات دي. عندي برضو حاجة أنا جبتها يعني برضو بتساعدني كتير في المطبخ، ما فيهاش أي فكرة، حتة كده ستريت ممكن نفرد بيها اي حاجه، نفرد عجينه، نفرد الكريمه، اي حاجه. فعشان توفي سخن قوي وبالمعلقه مش هعرف انا افرد التوفي كويس، فانا احط الطول ده وافرد التوفي فوق الصفة الشوكولاته واحده واحده كده اهوت. هنحاول نجيب بقيه التوفي من جوه. في الحاله دي السباتولا السيليكون بتساعد كتير عشان ما في المعلقه كده اهو. ثانيه واحده كده
كده اهوت، نفرد قد ما نقدر. دلوقتي مفروض ناخد ندي فرصة لل للتوفي بتاعتنا يمسك، يعني نسيبه مثلا لمدة ربع ساعة تلت ساعة يبرد، وبعد كده هنحط عليه الشوكولاتة. لكن عشان احنا ما عندناش الوقت كتيرة، فاحنا مفروض هنعمل ايه؟ هناخد الشوكولاتة اللي احنا سيحناها هنحطها على الوش بس انا خايفة بس دلوقتي التوفي بتاعتي عشان هو لسه مش ماسك نفسه عشان هو سخن هيتفرد معايا، فانا اوريكم حتة صغيرة. تمام، هنبتدي نفرد برضو ممكن بنفس الطول اللي انا كنت شغالة بيه. زي ما انتم شايفين لسه سخن فهو بيتفرد معايا، لازم نستنى على الاقل 20 دقيقة لغاية التوفي يمسك نفسه. انتوا عارفين احنا دايما الوقت في الحلع عندنا محدود، فعشان كده انا عملت واحدة جاهزة عشان اوريكم قبل ما انتوا تيجوا. فبعد ما نفرد الشوكولاتة هتكون هي شكلها كده، واحنا هنشيل ورق الزبدة، بتتشيل عادي خالص. يعني اوقات لما مثلا بنعمل الكراميل صوص هو بيلزق، لكن الطريقة التوفي اللي احنا عملناه التوفي مش هيلزق في ورقة الزبدة وهيمسك نفسه، وده اللي احنا عايزينه. فاحنا ممكن نعمل ايه دلوقتي؟ نقطع جاتو. نقطعه كده اهوت ونقدمه لضيوفنا بالهنا والشفا. واحنا هنشوفكم على كنيسة البيت في الحلقة الجديدة عشان نعمل الحاجات الجديدة وندوق حاجات الحلوة.